يعني ايه يا جنى؟ نعم، ما انا هفتح الباب ازاي؟ بصباعي. وانت بتزعلي ليه؟ ده جزائي ان انا جيت معاك. شفتني كل يوم انا اللي بسرق شركه؟ انت ايه ده ملغط؟ شافونا ولا اتحرقوا؟ كل اللي هاممني اخويا امين. ايوه حبيبي، بتقول ايه؟ لجنه على الطريق؟ يا نهار اسود سعيد يا رايق. طب شكرا حبيبي. طب يا جماعه، سعيد العراقي ده برميل رخامه بيفتش العربيات والركاب راكب، اللي عنده اي مصيبه ينزل وما يودناش في داهيه. والنبي يا اسطى على يمينك هنا، عشان معانا واحد هربان من الجيش. انا مش هربان. انت هربان تصعرفك. على يمينك والنبي يا اسطى. هنعمل ايه دلوقتي حسن؟ بيقولك بيفتشوا العربيات راكب. يا عم ما توترناش بقى اكتر ما احنا بايظين. بيفتشوا عربيات النقل والميكروباص. احنا لازم نعدي في عربيه ملاكي. عربيه ملاكي يعني ايه؟ هنرمي نفسنا قدام عربيه ملاكي؟ انت مجنون يا امين. خلاص هنرمي نفسنا قدام العربيات؟ انت بتفكر في ايه يا حسن؟ مش عارف. مالك بتبص لي كده ليه؟ امين انت ممكن تزعل مني في يوم من الايام. ازعل منك ازاي؟ ده احنا اخوات. مهما حصل. عيب يا عم، ده انا فديك برقبتي. لا ان شاء الله مش هتوصل لقطع الرقبه. بتهيألي. لا اله الا الله. ايه اللي حصل يا امين؟ مش انسان ده واقف. مش انسان. الشبوره اللي ما كنتش شايفه. وبعدين ايه اللي وقعكم في حته مقطوعه زي دي؟ ايه اللي وقعكم في حته مقطوعه؟ يعني تخبط لي العربيه؟ تخبط لي العربيه اروح عند الميكانيكي امتى؟ حرام عليك، حرام عليك بجد. حرام يا ست، حرام. انت بتضربينا وبتخبطينا ازاي؟ طب هو كويس؟ عمال يقول ازاي كويس؟ ما فيهوش حاجه على فكره، ما فيهوش اي حاجه. وانتوا بتستعبطوا. منك لله. بيقول لك منك لله يا شيخ. حرام عليك. حرام عليا ده ايه يا اخي انت؟ ما هو كويس اهو، ما فيهوش اي حاجه. والله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك يا شيخ. انت بقى الصفير، احنا قدامك اهو. خلاص يا جماعه حصل خير، انا اسفه. اسفه؟ نصرف منين الاسف ده؟ اتنين غلابه واقفين مش لاقيين مواصلات كمان يداسوا. انت كلامك كتير بجد وابتديت تنرفزني جدا. قول لي عايز ايه دلوقتي حالا وانا هدفعهولك. تدفعهم لي؟ لا يا هانم، لا يا هانم، احنا ما نقبلش العوض. انا كل اللي عايزه منك انك تعالج الانسان ده. انت عارف انت خبطت مين؟ ده لعيب كوره كبير. تعالى تعالى حسن. هو انا ما عدتش العب كوره بعد كده؟ انت لعبت قبل كده. تعالى الانسه هتوصلك المستشفى. لا يمكن هيحصل ده ابدا. انتوا انكم هتدخلوا عربيتي دي خالص. اهدي اهدي يا شيخ، اهدي اهدي. هعمل لك كل اللي انت عايزاه. بس اهدي. ايوه تعملي اللي انا عايزاه. افتح لنا الشنطه. انسى ده وهو نجوا تدخلوا. خش. اهدي يا شيخ، اهدي. انت ما بتدخلش العربيه ليه؟ اركب. ما تدخلش. اركب. ليه؟ طلعت مجنونه. طلعت مجنونه. اركب اركب اركب.
ايه ده؟ نعم. كان لازمتها ايه بقى الفضايح والمطاردات الهبله دي؟ فعلا ملهاش اي لازمه الحركات الهبله دي. يلا بينا. سيبني ده ليك انت، امسكني ده انا اوديك في 60 داهيه. تعالي بس نتفاهم. يا عم انا اسف قطع حوارك، انا معايا جثه لازم ادفنها. يا حسن هو انا مت وهتدفني ولا ايه؟ مين دول؟ بص اركب ونتعرف في الطريق. يلا بينا. انت ليك علم بعد اللي انت عملته؟ توريني وشك يا جماعه. اسعفوني الاول وبعدين حلوا مشاكلكم. يا جماعه والله انتوا عاملين كده عشان الدنيا ضلمه، عارفين اول ما تروحوا حته نور تلاقي انفسكم صفت. يلا بينا بقى. انت عايز مني ايه بعد ما خسرتني شغلي وعيلتي؟ يا زباله يا واطي يا حمار. انا حمار؟ لا كده بقى انت اتغبيت. انت عارف اللي مين جيب على واحده ست يبقى ايه؟ ما تقولها امين. يلا يلا. انا متشكره جدا. حاضر هوصلكم مكان ما انتوا عايزين على فكره، بس بسرعه والنبي يا استاذ عشان بس ما يفوش. مش هيفوق. انت معاكي رجاله، ما تقولها يا امين. ايوه يا رفاق معلش، اصل انا خبطت واحد. يا ستي ما هو كلامك في الموبايل ده اللي خلاكي تخبطي المسكين ده، حاسبي احسن تركبي حد تاني معانا. شفتي شفتي النادل الجبان كان عايز يرجعني معاه بالعافيه، كان عايز يضربني تخيلي. احكي لها انا عملت ايه. بس بقى ايوه انا اللي غلطانه، انا اللي خليته يعمل فيا كده. يا ست ابوس ايدك، احنا داخلين على لجنه. ابوس ايدك. ايه الظابط هيحتاج لنا؟ بنعمل فيك مصيبه. انت مالك وين؟ مالك مالك انت تقولي ايه ولا مش ايه؟ بقول لك ايه، لو ما انا هقول للظابط ان خبطتيني في ركبتي كسرتي الغضروف. انت بقى بتهددني؟ لا ما يقدرش. اخلص ما يقدرش يهددك لانك امين. طب ده بيهزر معاك. ايه دي بس ايه؟ طب اجي نقوم تمالك وبالي تقعد في عربيتي باحترامك. يا ست اهدي ابوس ايدك. حاضر اهدي. خلاص معرفة يا باشا. لا لا حضرتك انا معرفهمش، انا لسه خابطه الاستاذ اللي ورا ده وهروح اوديهم المستشفى، وبعدين انا غصب عني عشان كان في شبوره جامده جدا. احنا ما كناش يعني ناويين ناذيها يا باشا، بس طالما هي اعترفت خلاص. طب الرخص والبطايق؟ اتفضل حضرتك. انا بالنسبه لي يا باشا رجلي مكسوره والبطاقه في الجيب اللي ورا مش هقدر اطلعها. انزل تحت وطلعها بتاع الشنطه.